رجعنا متواصلين مع حضراتكم ومعانا الاستاذ الدكتور هاني الناظر استاذ الامراض الجلديه، والتليفونات لا تزال متواصله. كلمونا من اي تليفون محمول على 137 وعلى طول. عادل من 6 اكتوبر، اتفضل يا عادل. عادل حاول تاني يا عادل. بقول لحضرتك ايوه اتفضل يا استاذ علاج مرض البهاق. اتفضل، ايه السؤال حضرتك؟ سؤالي علاج مرض البهاق. عادل انت ما كنتش معانا من اول الحلقه مش كده؟ لا فعلا انا اصلي قلته مرتين، انما ممكن اقوله بسرعه برضه عشان خاطرك. هو هذا العلاج علاج مناعي بسيط جدا، لا يحتاج اشعه بنفسجيه، لا يحتاج اي نوع من انواع الجلسات او لا اقعد في الشمس، وكرسي بتاخد 6 شهور، وفي خلال 6 شهور باذن الله الاعراض كلها بتختفي وبيبقى كله تمام. نجوى من مصر الجديده. نجوى؟ ايوه ايوه اتفضلي. اتفضلي. اي مساء الخير استاذ محمد. اهلا بحضرتك ومعاك الدكتور هاني. اهلا يا دكتور. اهلا بيكي يا فندم. حضرتك انا جالي صدفيه من حوالي 10 سنين. ايوه. وكانت في كوعي بس. تمام. وبعد كده اتعالجت منها وخلاص ما فيش حاجه كويسه، بس بعد كده اثرت على صوابعي. العقل بتاعت صوابعي كبرت وصوابع بدات تورم. اي كده رحت للدكتور عظام. ايوه. فقال لي انت عندك التهاب مفصلي صدفي نتيجه الصدفات. تمام. فانا دلوقتي داخله في 10 سنين وباخد علاج جامد جدا وبيقلب لي بطني، ومش عارفه هو ممكن تاثر على ايه تاني او اعمل ايه، مش عارفه. يعني حاضر. الصدفات تاثر على ايه تاني؟ ممكن مثلا تاثر على الصدفه. على فكره السؤال بتاعك انا بشكرك عليه، لان دي حاجه مهمه جدا وحاجه حديثه دلوقتي، وكويس نقلك عشان نقولها. لان احنا كنا لغايه يمكن من سنتين بنقول لمريض الصدفيه ده مرض جلدي. امال هو مرض ايه؟ ثبت دلوقتي ان هو ممكن ياثر على الجسم في حاجات تانية. بمعنى لو المريض الصدفيه اهمل نفسه وساب نفسه في الوزن زياده عن اللزوم، او بيشرب سجاير كتير، ممكن ياثر على القلب ويعمل مشاكل في الشرايين التاجيه. عفوا نرجع لده تاني. اي مريض بالصدفيه يجب يحافظ على وزنه وما يشربش سجاير. طب ايه علاقه التدخين بالصدفيه؟ بتؤدي السجاير الى ضيق الشرايين التاجيه، مع الصدفيه بيتزداد هذا الضيق في الشرايين التاجيه، فهي ممكن يعمل ازمات صدريه وذبحه وغيره. ده نقطه مهمه جدا. نعم. مش بس كده، ممكن مع الوزن الزياده يؤدي الى ثبت المريض بالسكر. عشان كده في مرضى صدفيه كتير بيعانوا من السكر، بس معظمهم بيبقى وزنهم تقيل. فمهم قوي هي بتسال يا ترى ممكن يعمل ايه تاني؟ ممكن يعمل كده، بس ممكن نتحاشى الكلام ده كله. هي اكيد طبعا ما بتشربش سجاير، بس الوزن ده مهم قوي. وما تشيش يعني اي دخان طبعا. اصل في بعض السيدات يعني لا غلط. يعني جميع وسائل تناول الدخان ممنوع، والوزن زياده ممنوع، فلازم ناخد بالنا من الكلام ده. سكر والقلب. هي بتسال على المفاصل. الصدفيه احيانا بتعمل حاجه اسمها الصدفيه المفصليه، ودي بتمثل حوالي 10% من حالات الصدفيه. نعم. دي عايزه علاج ومواظبه في العلاج عشان نقدر نتحكم في الحاله. بكره في الفقره الطبيه هيشرفنا الاستاذ الدكتور وحيد دوس، وحديث متواصل عن الكبد، بس حبينا ننوه. خليني اروح لعلياء من المنوفيه وبعدين رشدي من القاهره. مدام علياء اتفضلي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك وحشانا. الله ربنا يخليك، ربنا يخليك. ما انا هعمل ايه بقى؟ انا تعبان، بحاول اتصل بحضرتك مش عارفه اوصل لك. لا سيبي تليفونك واحنا اللي نتصل بيك، ولو عايزانا نجي لك المنوفيه نجي لك. انا عايزه اقعد في الاستوديو مع حضرتك. تشرفينا. تليفون مدام عليها يا شباب تاخدوه حالا. طيب ليكي سؤال مع دكتور هاني؟ بتمسي عليه. مساء الخير. انا مريض السكر. الف سلامه حضرتك. الله يخليك. انا باستمرار حاسه بجفاف في جلدي وشعري بيقع، ده من اساس من سبب السكر؟ حضرتك عندك اي نوع من السكر، الاول ولا الثاني؟ يعني تاخدي انسولين ولا ادويه؟ باخد لحد دلوقتي باخد ديموكرون 60. يبقى ادويه. ادويه. لا ده ما يعملش كده حضرتك. حضرتك جفاف جلد، يبقى حجم ما بتشربيش ميه كتير. يعني لا ده وكان في سكر، لازم تشربي ميه كتير قوي، ونستخدم حضرتك كريمات مرطبه،
وما فيش مانع لما نستحمى نستخدم صابون زي صابون الدوف هيخلي الجلد رطب باستمرار. اما مشكله سقوط الشعر ده نقص في التغذيه 100%، حضرتك مش بتاكلي كويس، ولابد ان احنا ناخد فيتامينات، بس ارجوكي طبعا لازم يكون تحت اشراف طبيب. كل ده يتم والنبي ما دام عليها تحت اشراف طبيب. ده مهم يعني. اخد رشدي من القاهره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، معاك الدكتور هاني الناظر. دكتور هاني السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. دكتور انا بشكي حضرتك في حبوب فرط الراس عندي دايما. حبوب فرط الراس. دلوقتي عايز اخش على طول فيها، اكتشفت برضه الدكتور اداني رغوه شامبو ستيال. واداني كريم ومينيتا. ده الصبح وداني نوعين كريم ثاني بتخط على في واحد اسمه ايليكول. وواحد ثاني حضرتك بروبا كيستين، بس للاسف مفيش اي تقدم يا دكتور. لا يعني حضرتك بتاخد الحاجات دي وبتخف وبترجع تاني؟ بتخف وترجع على طول. هي كده، يبقى مش ما جابتش نتيجه، هي يعني بترجع تاني. هي عباره عن حبوب حمراء وممكن يبقى فيها راس بيضه. فيها راس بيضه صح دكتور كده. فروقه الراس يعني. ثلاثه تختف على طول بعدها على طول يبقى راس. بص حضرتك دي بتيجي مع التوتر، دي بالذات. وهتلاقي نفسك، جرب كده راقب نفسك، لما تلاقي نفسك مشغول او قاعد بتفكر مده هتلاقي نفسك على طول بتبتدي تعمل كده. بالظبط. فده العلاج بتاعها اللي انت بتاخده صح، الحاجات اللي انت قلتها دي صح. بتاخدها. خفت بتبطل العلاج، لو لا قدر الله تعرضت للتوتر وظهر التاني بتكرر العلاج حضرتك. دكتور هاني، اكبر عضو في جسم الانسان هو الجلد. طبعا مساحه دي. مساحه هذه الكبيره. ومن اهم اعضاء الجسم. طبعا. انه هو الحامي ولا ليه وظائفه؟ لا ده ليه. اشرح لنا بقى ده. رقم واحد حضرتك هو بيحمي الاعضاء الداخليه والانسجه من الشمس، من الحراره، من البروده، من الاصابات الميكانيكيه. من الاصابات الميكروبيه، يعني لو ميكروب داخل الجسم اول حاجه هيقابله ايه؟ الجلد. نعم. فالجلد هو حائط الصد اللي بيحافظ على الجسم رقم واحد. نعم. اتنين، الجلد بيعرق، بيطلع عرق. العرق ده بيعمل ايه؟ بيحافظ على حراره الجسم، يعني في الصيف انا بعرق. فبيسحب الحراره فالجسم بيرطب. في الشتاء ما بعرقش فبيخلي الجسم يدفى. فده ترمومتر يعني، قصدي يعني ترموستات. فبيحافظ على حراره الجسم. نمره اتنين، العرق اللي بيطلع ده بيخلص الجسم من السموم والاملاح، وفي نفس الوقت بيقتل الميكروبات الموجوده على الجلد. كل دي حاجات حيويه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان الجلد ده مرآه. حضرتك لما بتبص له تعرف حاله المريض ايه، يعني ممكن تبص له تقول ده عنده انيميا. لا ده من وشه ده احتمال يكون عنده كبد. ده عنده لا قدر الله حاجه في الكلى. الجلد مرآه لبقيه اعضاء الجسم. بالظبط كده. فهو عشان كده هو انا بعتبره من اهم الاعضاء الجسم الحقيقه، هو بدون الجلد الانسان ما يقدرش يعيش. كيف نحافظ عليه؟ بس ناخد التواصل. تمام. نوره من الاسماعيليه ورباب من المنصوره. نوره يا نوره. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. السلام. الو. ايوه سامعينك والله يا نوره، علي صوتك. ايوه يا دكتور لو سمحت، انا كان جالي حتلاقي في رجلي كده حاجات لونها زي الموف كده. موف. وبعد كده رحت قلبت على لون بني. تمام. في ساق الرجل حضرتك، في الساق نفسه؟ في الساق. اسمعي يا نوره، في الساق. في الساق ولا في القدم؟ في ساق الرجل ولا في القدم؟ في الساق. بقع كده صغيره جنب بعض وبتبقي عايزه تهرشي فيها بظهر ايدي كده. هي كانت صغيرة بس كبرت كده، عملت دايرة كده وبعد كده عملت رجلي كلها. عملت بقع سمرة. بعد ما خدت علاج وخفت سابت البقع السمرة ولا تطورت؟ لا لا، اخدت علاج اسمه ايليكول. تمام. هيل. الدكتور حضرتك اللي عالجك قال لك ده اسمه الحزاز؟ ده اسمه الحزاز فعلا. وديتني حقنه في العضل اللي هي كل 3 شهور بيديها لي مره. تمام. هو ده احد الامراض الجلديه، بس ده من الامراض اللي بتخف على فكره، يعني هو بيقعد فتره طويله بس بيخف. وبتعوز طبعا علاجات موضعيه بنستخدم فيها الكورتيزون، واحيانا بنحتاج للكورتيزون كداخلي اقراص او حقن بس بتخف. لكن اكتر حاجه بتزود الحزاز حاجتين، التعرض لاشعه الشمس، عشان كده ساعات بنسميه الحزاز الضوئي، ممنوع بالنسبه لها الشمس خالص، بيزود المرض، والتوتر طبعا، لكن اهم حاجه نبعد عن اشعه الشمس. رباب من المنصوره. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. كلام دكتور هاني. اتفضلي. انا لو سمحت، كانت بنتي اتولدت في شعرها كده وحمه ما فيهاش شعر خالص.
وهي حمرا شويه. لا تاني تاني، اتولدت وحمة عندها وحمه. وحمه ما فيهاش شعر؟ اه ما فيهاش شعر، نعمه. في ايه؟ في ثلاث شعرات ولا حاجه في راسها، في فروه الراس. ايوه في فروه الراس. ولونها ايه الوحمه دي؟ محمره. اه تمام. وهي عندها دلوقتي 3 سنين، الدكتور قال لي لما تبقى عندها 13 سنه كده ولا حاجه ممكن تتعمل عمليه، فانا عايزه اتاكد من حضرتك. ده الكلام ده مظبوط؟ دلوقتي الليزر بيجيب نتائج كويسه قوي في الوحمات دي، بس مش دلوقتي حضرتك زي ما قال لك الدكتور. طب حقق يا دكتور ممكن هي تقلب اورام او حاجه؟ لا لا ان شاء الله ما فيش حاجه زي كده خالص. خلاص ما نقعدش نبالغ، هي ان شاء الله تتعالج في سن 13 14 باذن الله. دكتور هاني بيقول لك ان شاء الله العلاج مضمون. لا ما فيش امراض، ما نزودش عن كده، ما فيش. ونقل نفسينا. صحيح. هبه من القاهره. الو. ايوه يا هبه اتفضلي، معاك دكتور هاني اساليه. الو. ايوه معاك يا فندم. لو سمحت يا دكتور انا عندي 34 سنه. ايوه ايوه يا فندم. عندي 34 سنه وشعري من الفرد والكريمات والحاجات دي خف جدا من قدام. ايوه. وطبعا اتقصف جدا وشكله مش حلو خالص، وهو اصلا الفتله بتاعته مش ناعمه. حضرتك انسه؟ لا انا مدام. والفتره دي في رضاعه او حمل ولا حاجه؟ اه الفتره دي في رضاعه، بس هو من قبل الرضاعه ومن قبل الحمل. ما هو معلش يعني انا معاكي طبعا في مشكله، بس لازم تبقي عارفه ان فتره الحمل 9 شهور دي كان في حد بيشاركك الغذاء، واثناء الرضاعه برضو لازال حد بيشاركك الغذاء، فالرضاعه والحمل بتزود ظاهره سقوط الشعر، مفيش كلام. انت محتاجه ضروري حضرتك يعني تاكلي كويس قوي، خاصه زي ما قلنا من شويه الخضروات الطازجه والفاكهه، ولابد انك تاخدي كورس فيتامينات كويس قوي برضو ليصف طبيب، ان شاء الله هتبقي زي الفل وهتنتهي المشكله. يعني تغذيه سليمه وكورس فيتامينات لازم. فيتامينات يوصفه ليك الطبيب. اخد عادل من سوهاج. استاذ عادل. ايوه اتفضل اسال الدكتور هاني. لا وتحيه خاصه لاهل سوهاج يعني. دكتور مساء الخير. مساء النور. سعيد مقصر. طبعا. دكتور اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. والله عندي ابني سنه 14 سنه وبيحصل له التهابات في جلده على فترات كده. ايوه. والتهاب في حلقه وفي جسمه تقريبا كله وفي الجهاز التناسلي لدرجه انه بيمنع التبول احيانا. حضرتك وزوجتك قرايب يا فندم؟ نعم فندم. حضرتك وزوجتك قرايب ولاد خاله ولاد عمه؟ قرايب. تمام. قرايب يا فندم. ده احد مشاكل زواج الاقارب. يعني في انواع من الامراض الجلديه الحقيقه بتنتج عن زواج الاقارب. هو الحقيقه عايز علاج مستمر وعنايه مستمره، ولكن مع تقدم السن ان شاء الله هتلاقي الحاله بتبقى احسن وبتقل كتير. هو انت كل اتنين حبيبه سامعيننا دلوقتي قرايب ولاد خاله وقرايب فتحة. لا ما دام فتحت الموضوع بقى. لا ما دام فتحت الموضوع نتكلم فيه. انت يعني لا 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 معلش، الواد اللي بيحب بنت خالته ما لا ما هو البنات الحلوين كتار. البنت اقول لها رجعي له الشبكه ده هيجي. بص يا محمد بيه الكلام ده ما فيهوش هزار. نعم ده كلام علم. ما نشرحه. زواج الاقارب من اخطر الاشياء على المواليد، مش بس في الجلد، في حاجات كتير جدا. زواج الاقارب بيدي دايما نسل ضعيف وبيدي مشاكل كثيره، امراض جلديه غير جلديه. وانا انصح وبادعو وزاره الصحه والدوله ان تتبنى حمله قوميه توعي بها الناس بخطوره زواج الاقارب. بص حضرتك المنطقه بتاعتنا كلها العربيه بما فيها مصر تنتشر فيها كثير جدا من الامراض الوراثيه بسبب ظاهره زواج الاقارب. كلما كان زواج الاباعد كلما كان النسل قوي. وكمان احلى جواز نبعد بره الحدود. طبعا لا نطلع لدول تانيه. لا لا مش للدرجه دي. لا طيب. مصريين في مصريين ماشي، بس بلاش ولاد الخاله ولاد عمه ونبي. طيب ده موضوع مهم يعني. امل من اسكندريه وبعدين ميار من اسماعيليه. امل اتفضلي. الو مساء الخير. مساء النور. ايوه دكتور هاني لو سمحت كنت عايزه اسال على بيطلع لي دايما في الصيف في ظهر سمانه رجلي بقعه صغيره حمراء بتبقى بتاكلني قوي وبتزيد واحده واحده بيبقى لونها وردي. تمام. وبتزيد بتكبر قوي وبترجع تروح تاني لوحدها بتقعد حوالي ممكن شهر شهر ونص شهرين وبترجع تختفي تاني لوحدها ويرجع الهرش يروح من غير اي حاجه. الرجل فقط حضرتك؟ الرجل فقط. معلش انا اسف الاسئله يعني، هل بتلبسي طويل ولا بتلبسي قصير؟ لا انا محجبه بلبس طويل. تمام. اللبس بتاع حضرتك فيه بيخش فيه خيوط صناعيه كتير؟ والله انا غالبا قطان يعني. يعني لان ده موضوع مهم جدا. لبس البنطلونات يعني
المصنوعة من خيوط صناعية أو حتى الجيبات أو الفساتين واسعة بيعمل الظاهرة دي. فخلي بالك. حاجة تانية، أنت بتقولي في سمانة الرجل، ده احتمال كبير قوي أنت بتقعدي في حتت معينة تسندي رجلك عليها، ممكن ده يكون الفرش بتاع الأنطرية أو أي حاجة، والقماش ده مش قطن فيعمل لك الحساسية دي، لأنك أنت دي في مكان معين مش أي حتة في الجسم، فده معناها إن سمانة الرجل بتلامس حاجة معينة باستمرار بتعملها الكلام ده. راجعي بقى حاجة شوفي الكلام ده، هتلاقي حاجة من دول اللي بتسبب الكلام ده، ابعدي عنها. سناء من مصر الجديدة. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معاك سناء، معاك الدكتورة هاني على معاك يا فندم. أهلا بك. معلش عايزة أسأل على حب الشباب، أنا بقالي أكتر من سنة بعاني منه، وبروح أخد أدوية يعني وغسول وكده، يعني بيروح وبيرجع على طول، في دي يقول لي بس لسه في ثانوي. سامعين يا عم حضرتك؟ طبعا يعني مين اللي هيجي له حب شباب؟ ده مرتبط طبعا والامتحانات فلوس ويرجع. هتبص ليها قبل الامتحانات بتزيد جدا، خلصت الامتحانات وعملت كويس هتبص ليها الحبوب راحت لوحدها من غير علاج. نعم. فدي حاجه مرتبطه بالتوتر، وانما لازم ناخد العلاج، فهي معلش تستحمل وتكرر العلاج الى ان ان شاء الله تخلص من الثانويه عامه وتجيب مجموع كويس باذن الله. باذن الله. اخد وفاء مدينه نصر. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. انا ابني في بطن رجليه من ناحيه من ناحيه الاصابع اللي هو مش رجليه من تحت. ايوه. بتكون جلد كتير قوي. تخين. نعم. تخين، بيبقى جلد تخين. الجلد بيبقى تخين حضرتك؟ الجلد تخين، تخين، وبعدين بيقلم وبيقدرش يمشي. تمام. فمش عارفه ايه الجلد التخين ده. وبعدين ممكن ان هو بالمبشره بيشيله بس بيرجع تاني في الناحيتين ولا في ناحيه واحده حضرتك؟ ولا لا، لان انا لبست الشبشب بتاعه لقيت بطن رجليا ولعت. في ناحيتين ولا في ناحيه واحده حضرتك؟ انا بالنسبه ليا. لا، بالنسبه له هو. انما هو انت رجل واحده ولا اتنين؟ واحده. رجل واحده. دي بتبقى اصابات فيروسيه بتصيب بطن الرجل، معروفه جدا، وبتعمل الكلام ده، النسيج ده، لازم دي تتشال. وبتتشال عاده يا اما بالكي، وده الافضل يعني، او التركيبات. بتتعمل كويس قوي مش هترجع تاني وتنتهي المشكله. فاطمه من القاهره. ايوه، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. من فضلك كنت عايز اسال الدكتور، انا عندي سؤالين. السؤال الاولاني، عندي بقع بني في الوش. تمام. وانا بحط سان بلوك يعني على طول باستمرار، بس حاولت استخدم يعني دواء ليها ما راحتش. والسؤال الثاني عندي. لا، ناخد السؤال الاولاني حضرتك. ايوه. السان بلوك اللي بتحطيه حضرتك، بتحطيه الصبح قبل ما تخرجي وتسيبيه طول اليوم، ولا بتحطيه كل ساعتين؟ لا، بسيبه طول اليوم. هي دي الغلطه بقى، ودي كويس المعلومه دي عشان كل اللي سامعينا. ايه بقى؟ الحاجبات بتاع الشمس او السان بلوك ده تاثيره لا يتعدى ساعتين. فانت حاجه بتحطيه وبتخرجي وتروحي في مكان، ممكن تيجي خارجه تاني معتقده ان تاثيره شغال، فهو تاثيره انتهى، فعشان كده بتطلع بقع السمرة. فلابد ان انا خارج الصبح رايح الشغل او رايح الشغل بتحطه، هتخرج مره تانيه لازم تحطه تاني، يعني يبقى معاه في شنطته. ده بالظبط. اسماء من الجيزه. ألو، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير سيد محمد، مساء الخير دكتور هاني. أي فندم. أنا مريضة صدفية من سنتين. تمام. حضرتك كنت في الأول رحت عند دكتورة في مصر الجديدة، اتعالجت بالصبار وحاجات زي كده. عارف مدة شهرين. عملت إكزيما فوق الصدفية. وبعدين حضرتك انتقلت من دكتور لاخر لغايه لما وصلت لدكتور عالجني بميزوتروكسيد. تمام. بقالي دلوقتي سنتين باخد ميزوتروكسيد. يعني انصح حضرتك، انصحك فعلا بالعلاج في سفاجه. ليه بقى؟ انت خلاص خدتي اقوى الادويه التي ممكن تستخدم لعلاج الصدفيه، بقالك سنتين بتاخدي الميثوتريكسيت
وده دواء مش سهل، وطبعا حضرتك بتعملي تحليل وظائف كبد باستمرار. الخط قطع بس. خط قطع. فطبعا بالنسبه لها العلاج في السفاجه علاج نموذجي. طيب عايز من العالم هاني الناظر وملايين قاعدين جزء منهم مصاب بامراض الصدفيه. وانت عارف يعني ايه الدجل في الطب. تمام. قول لهم كل اللي بتسمعوه ايه 1 2 3 4 ما تصدقوهوش. الحقيقه طبعا في ناس كتير للاسف يعني يعني بتعمل اعلانات في محطات وقنوات فضائيه كتير. نعم. وهم مش اطباء. عن علاجات عشبيه وكلام من ده، الكلام ده مش صح. يبقى الاعشاب لا تعالج الصدفيه. قد يكون هناك مثلا عشب جديد طلع منه دواء، ولكن لازم اللي يصفه طبيب. طبيب. نمرة 2، مفيش حاجة اسمها علاج في شريط مكتوب بيمشي في القناة التلفزيونية. خالص، نبعد عن الكلام ده. ما أسلمش صحتي وجسمي أبدا إلا الطبيب. ما ينفعش أروح لواحد عطار وأقول له اديني علاج. خالص، لأن ده بيحصل على فكرة. ما ينفعش آخد دواء مش مسجل في وزارة الصحة. ولا آخد أي حاجة معمول عليها شغل، لازم تكون شغل علمي. نعم. ودراسات علمية، وإلا أنا هتعرض لمشاكل أخطر بكتير من الصدفية. سعد مدينة نصر. سعد. ألو. أيوة تفضل. أيوة. سعد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام يا حبيبي، معاك دكتور هاني، اسأله. تفضل. أيوة يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم. حضرتك انا في شهر رمضان غالبا بلسع السجل اليمين عند الصابع الكبير كده لون بني بجلد ناشف كده بيبقى غريب. رحت للدكتور فكتب لي كانستين وكتب لي مرهم تاني كده لل يعني زي التكريم بتاع التنعيم يعني. وبعدين حضرتك كل رمضان بنفس السكه اتقطعت. لا هو بيقول حاجه غريبه، دي مالهاش علاقه برمضان خالص. طب يعني ما فهم هو يعني ما قد ما فهمته ان هي ممكن تكون فطريات. هو طبعا رمضان بقاله 4-5 سنين بيجي في الصيف، والفطريات بتنشط في الفتره دي في الصيف مع الحر، فهو مش بيربطه، مش مالهاش دعوه برمضان. بس فكره يعني مع الحر، الجفاف والحر، مع الحر. مع الحر طبعا مالهاش دعوه برمضان خالص، يعني هي مع الحر. كويس. وده الموسم اللي بتنمو فيه الفطريات، فغالبا دي اللي بنسميها تينيا الاصابع. يعني للاسف هو السكه قطعت، انما طيب. هي لحياتي دكتور هنا. هاني احنا اتكلمنا عن الجلد ووظايفه، ازاي بقى نحافظ على هذا العضو المهم بالنسبه لي كانسان؟ ده مهم جدا حضرتك. رقم 1 زي ما اتفقنا، شرب الميه بانتظام على مدار 24 ساعه. يعني اما انام بالليل احط جنبي ميه، افتح اشرب، اقوم اصلي الفجر الصبح اشرب، اصحى الصبح وهكذا طول اليوم ميه. ده رقم 1. نمرة 2، أكل الخضروات الطازجة بانتظام والفاكهة. 3، عدم الوقوف في الشمس خاصة في الفترة من 10 الصبح لغاية الساعة 3 أو 4 العصر. طب لو اضطريت أقف في الشمس عشان مستني أتوبيس لا، يبقى لازم أحط ممكن جرنان فوق راسي. نعم. غطى. لا أتعرض للشمس. لا أتعرض للشمس. كويس. الابتعاد عن التدخين تماما. من أخطر الحاجات اللي بتأثر على جلد الإنسان التدخين. اخر حاجه طبعا ابعد عن التوتر بقدر الامكان. ما لازم اقولها. لازم اقولها. يقعد يقول لك ابعدوا عن التوتر. لازم اقولها عشان الضمير يبقى مستريح. مفيش علاج اتعمل للتوتر. لا بس في 5 حاجات قويين كويسين قلنا، الميه والشمس وكمل. الاستاذ الدكتور هاني الناظر، استاذ الامراض الجلديه، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، كنت ضيفا كريما معنا. بشكر حضرتك على موافقتك على تلبيك. انا اتشرفت بحضرتك يا فندم. الله يخليك، بشكر حضرتك. بكره باذن الله في الفقره الطبيه هيشرفنا الاستاذ الدكتور وحيد دوس، وحديث متواصل عن الكبد، امراض الكبد والعلاج الجديد اللي هيعالج امراض الكبد او فيروس سي، مش كده؟ طيب بعد الفاصل هيشرفونا بقى اصحاب المصانع المغلقه في اكتوبر والعاشر، واللي بيوجهوا نداء استغاثة أخير، أغثنا يا سيسي أغثنا يا محلب. نطلع فصل.